اتمنى يا رب انه يعني يبقى ليها معارض في روسيا وتمثل الثقافه المصريه ايضا، ويبقى ليها معارض اخرى بمركز الثقافه الروسي في وجود الكسندر بلينسكي. واحب ارحب بفناننا الكبير وشاعرنا الكبير في السمير وصديقي واستاذي، واسمحوا لي ان احنا نختم الكلمات بكلمه من الاستاذ سمير عبد الرحمن. تعفيني يا ابني من الكلمه دي، لان انا هعيط. ما يجراش حاجه استاذ سمير. اكمل كلامي وانا متماسك، لان وجود الوجوه المنيره المصريه التقدميه والديمقراطيه والثوريه في هذا المعرض، وانا عمال اتلفت من اليمين للشمال، احس بمدى الحب. يعني انا كلمت الدكتور شاكر مره واحده، ويمكن اعتمدت رساله للدكتور عماد، ومع ذلك جم. وانا منتظر شخصيات اخرى. يبدو ان المواصلات النهارده عند الاله امون قرر ان النهارده يبقى مشرق ويخلي اليوم ما مش بارد، انما المواصلات هي اللي يعني انا بعاني، لان مستني الدكتور علي الغتيت والدكتور محمد ابو الغار والاستاذه تهاني الجبالي واصدقاء كثيرين جدا. طبعا انا مش عايز اذكر كل واحد بالاسم، لان انا شايف وجوه استمرت معايا، وارجو ان تكون مسيرتي مسيره يعني نظيفه جدا جدا، سنوات طويله راقيه جدا طويلة، وارجو انها تتم على خير، وان زي ما بيقولوا في شعبنا ربنا يكملها جمايل ويتممها على خير. انا متصور لو انا كنت يعني مسؤول او ليا في السياسه، كان يبقى معرض لينا ده نقطه اهتمام بالغه من وزاره الثقافه المصريه ومن السفاره الروسيه، لان دي عباره عن حلقه وصل ما بين الثقافتين، اللي بدأت من أيام الشيخ الطنطاوي إذا تذكروه، واللي خدت فترات مد كبيرة، واللي ما فيش مثقف من اللي موجودين ما ترباش على إيد دوستويفسكي وغوركي وتشيخوف وكل الناس الأدب الروسي والثقافة الروسية. وبالتالي يعني أنا عاتب شوية على السفارة، ترجم ما بترجمش ليه؟ لا والله عشان كده مش عايز مترجمين. ان لينا في النهايه هي مصريه، لكن هي في النهايه روسيه برضو، اتربت على ايد الروس، اللي هي الثقافه اللي عندها ترجع الى التعليم الروسي، اللي هو بيدرس الحضارة الفرعونية منذ نعومة أصفارهم، وهم لسه أطفال في الحضانة بيدرسوا الحضارة الفرعونية، وأثرت فيها الحكاية دي. إحنا ما عملناش حاجة. أنا بهدي هذا المعرض لجدتها نجلاء رأفت، فنانة العرايس الأولى الراحلة، اللي كان نفسي تبقى موجودة عشان تشوفها. اهلا بك. وبشكر كل واحد فيكم شكر خاص من جوه قلبي، لان ده دايما اللي زي حالتنا بيبقى محتاج في اخر عمره الى اختبارات كده يجرب فيها علاقه الناس بيه ايه. وده كان اختبار اعتقد ان انا نجحت فيه، وان انا مش عارف مش عايز اكمل. يعني مرحبا بيكم، وارجو ان شغلها يعجبكم اساسا. очень трогательные слова произнесены были. Вот я كلمات الاستاذ سمير. Я не очень все понял, но общий смысл я понял, что такое внимание, такое отношение. يعني لكن انا حسيت بيها جدا. Что действительно от всего сердца эти слова были произнесены. كانت من قلبه فعلا. انا بشكر المركز الثقافي الروسي، لانه يعني بعمل بدا بهذا المعرض كبدايه لسنه جديده
ان شاء الله تبقى سنه احسن من السنه اللي فاتت، وفي نفس الوقت بمثل هذه الفتاه الروسيه المصريه اللي هي ابنه فنان مصري برضو درس في روسيا، وكان الفيلم اللي اتخرج بيه عباره عن فيلم بيت من لحم بتاع يوسف بريس، قصه مصريه وممثلين سوفييت او روس اصلا، لان بس هو كان ايام ما كان السوفييت. الفيلم اللي هو اسمه بيت من لحم او الخاتم، اللي يعني انا يعني ارجو ان المركز يهتم بعرضه وتعرض هنا اكثر من مره. انت فاكر معانا تقريبا على العرض يعني هي عائلتنا الحقيقه، يعني عائله مشتركه روسيه مصريه، وانا يعني فخور بيها لان انا ما حدش يقدر يزايد على مصريتي. لذلك انا لما بقول ان يعني الروس اصدقائي فهم اصدقائي من زمان قوي، زي ما بقول من ايام الشيخ الطنطاوي وعبر الثقافه الروسيه الممتده طوال القرن الماضي وقبل كده. وارجو ان انتم يعني تعجبكم شغل لينا، لان ده بدايه طريقها لمصر، وانها تكون فتحت مصر فتحا فنيا جديدا. واشكركم جدا ومش عارف اقول ايه، وكلكم